أعزائي المشاهدين، اليوم نتأمل من إنجيل متى إصحاح 26 الآية 65. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف ما حاجتنا بعد إلى الشهود، ها قد سمعتم تجديفه. هذه الآية تتكلم عن رئيس الكهنة وهو جالس يقاضي الرب يسوع المسيح تبارك اسمه. هو أصلا قاعد يتهم الرب يسوع المسيح ويحاكمه ظلما وبهتانا. فإيش اللي صار؟ مزق رئيس الكهنة ثيابه أثناء محاكمة الرب يسوع المسيح، يعني شق ثيابه. المعروف أن ثياب الكهنوت ما تنشق، ثياب الكهنوت مصنوعة تقريبا من نفس الخامة اللي يصنع منها البشت الحساوي، يعني خامة. وتلاقي وصف ثياب الكاهن موجودة في سفر الخروج الإصحاح 39 الآيات 22 و23، وهذه الآيات تقول: وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من اسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدر، ولفتحتها حاشية حولها لا تشق. أها، إذن كان الرب يقول أن ثياب الكهنوت ما تنشق. فلما الكاهن شق ثيابه يعني أنه خلاص ما هو بكاهن، لأن الكاهن يمثل المسيح. فلما يجي الأصيل اللي هو المسيح ينتهي دور الوكيل اللي هو الكاهن، مو كده؟ طيب، من جهة تانية تلاقي أنه ثياب المسيح محمية من الشق. اسمع هذه الآية: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. يوحنا 19 الآيات 23 و24. بتقسيم ثياب المسيح واقتراعهم عليها تتحقق نبوءة داود في المزمور اللي يقول: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، مزمور 22. ولما تشق الكاهن ثيابه يعني ما عاد هو بكاهن، وأصبح الرب يسوع المسيح اللي ما نشق قميصه صار هو كاهننا إلى الأبد. إذن زال الكهنوت الهاروني بشق ثياب الكاهن، وبقي الكهنوت الملكي الصادق كهنوت المسيح الأبدي. لكن هناك ملاحظة: قميص المسيح اللي هو رمز الكهنوت مش على جسد المسيح الآن. ليش؟ وين هو في هذا القميص؟ واضح أنه المسيح تبارك اسمه أعطاه لك علشان تنستر بعد ما تعرى من أجلك، وتستدفئ بعد أن برد هو من أجلك، وتتبرر به بعد ما حمل هو ذنوبك على الصليب. لاحظ أن الرب يسوع المسيح كان بين لصين وناس قاعدين يقامرون وهم يقترعون على قميصه، وخلفه مكب النفايات والنجاسات والمطالبين بصلبه، هم الخطاة. هدول الناس المسيح جاء ومات من شانهم. فهل أنت تروح لهدول الناس مثل ما فعل الرب يسوع المسيح؟ من ناحية أخرى، إذا أنت معتبر نفسك من هدول الناس الخطاة، فابشر، المسيح جاء علشانك، علشان يخلصك، علشان يشيلك معه للسماويات. يا جماعة الخير، هذه التأمل حاسس أنه مكتوب بروح الله ومن قلب الله لقلبك مباشرة. فأرجوكم تعالوا وشاركوني بهذه الصلاة، ونصلي مع بعض بروح واحدة، ونقول: أيها الآب، أب السماء، سيد السماء وسيد الأرض وسيد الكون كله، يا سيد العظيم، أنت جيت عشان الخطاة، عشان
المقامرين عشان اللي فيه النجاسات وعشان البشر كلهم. انت جيت عشانهم يا رب، عطينا انه نشوف الناس بعيونك، نشوف الناس بعيونك، نشوف اهلنا وربعنا ونخاف عليهم ونحبهم مثل ما انت حبيت البشر يا رب ومت لاجلهم. يا سيد العظيم اعطينا هذا القلب، اعطينا هذه المحبة، اعطي كل نفس تسمع هذا القلب. يا سيد العظيم ويا واحد خاطئ ولا هذا يا رب يعرف انه انت جيت عشانه ويروح مبرر فرحان انه قبلته وخلصته. احط بلدي يا رب، واحط كل نفس تسمع وكل البلدان، واخص شعبي يا رب السعودي من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، ارسم صليبك على هذا البلد يا رب. يا سيد العظيم خلص هذا الشعب، انت جيت وانصلبت عشانهم، فخلصهم وفرحني بخلاص شعبي بالمسيح يسوع. آمين.